السلام عليكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم وحيثما وجدتم، ولاية ولاية، قرية قرية، دار دار، دشرة دشرة، فرد فرد، في حلقة جديدة من برنامج مراسلون وتتابعون فيه. خالتي العمرية أول امرأة تمتهن الكلونديستا بسيارة الإركات في ولاية معسكر. جو هنا الجبل هذا باتوا فيه خطرات، نظلوا فيه السبت والحد، ومن بعد اللي نجيو واحد الكيلو ونص الفوق نحفروا عليه متر ونص في الأرض. الجبال التي لا تهزها الرياح في العالم يهزها عمي بن عيسى في البيض بمطرقته كل يوم بحثا عن قطع الملح. شدت بعيني باللي عنده فعالية في باش يهبط السكر، يعني هذه نقولها. حسين بوقبرين يستخلص من أوراق الكاليتوس مرهما لمرضى السكري وداعا لارتفاع السكر في الدم. كاتياس، الكاتياس هو مستخلص نقي من شجر الكاليتوس، يعني لكنه ماشي مباشرة من الكاليتوس للإنسان، يعني يمر على إهرامات. هنا عندنا إهرامات هي اللي تمدن الطاقة. عمي علاوة من أم البواقي وقصة البطة التي منعته من ارتداء الحذاء لأكثر من 70 عاما. وكانت البنا كانت بنا كل حم الخروف ذاك الحم الجاج ما لحقتش. وتتابعنا أيضا وعدة سيدي سعادة بغليزان، هنا يلتقي الناس مرتين في العام. شوف الكاميرا دارت كي صورة قالت المرأة مشطورة واليوم عيد أمان. أهلا بكم. عندما تصافح سي بن عيسى من بلدية سيدي طيفور بالبيض تحس بأن صلابة يديه غير عادية. هو رجل الجبل الذي كسر قاعدة يا جبل ما يهزك ريح بمطرقته التي يهوي بها على الصخور بضربات متتالية بحثا عن الملح في باطن الجبل بمنطقة المدقوق الواقعة بين بلدية تجرنا بالأغواط وسيدي طيفور بالبيض. وبعد جهد عضلي كبير يبيع قطع الملح للقرى المجاورة بدنانير معدودة. مراسلنا العرج السعداوي جرب الحفر ضربة ضربتان لكنه استسلم لأن يده تعودت على الميكروفون وليس على المطرقة. إذن الجبال التي لا تهزها الرياح في العالم يهزها عمي بن عيسى بيده في البيض بحثا عن الذهب الأبيض. الملح في الأزمنة الغابرة كان يسمى بالذهب الأبيض، وجبل الملح يعتبر كنز بالنسبة للمكان المتواجد به، غير أنه عبر مرور الزمن تلاشت قيمته. ويختلف جبل الملح عن باقي الجبال المحيطة به، فهو مشكل بألوان كالأخضر والبنفسجي والأبيض، وكلما تساقطت الأمطار زادته بهاء وجمالا. ومن أجل لقمة العيش يكافح عمي بن عيسى من بلدية سيدي طيفور بالبيض منذ زمن طويل في جبل الملح. هذا الجبل الموجود بين بلدية سيدي طيفور بالبيض وبلدية تجرون بالأغواط، حيث يبذل مجهودا شاقا من أجل استخراج الملح الصخري عن طريق محط الجبل. فمهنة استخراج الملح ورثة عن والده وجده، ويقضي عمي بن عيسى معظم وقته في العمل وسط الجبل رغم المخاطر التي تهدده، لكن همه الوحيد هو توفير لقمة العيش لأبنائه. أنا من جد الجد لنا من سيدي طيفور، نجو هنا نديرو صطوبات خطرات، كنا نجي وقع الحمير ونقلوه، نجو هنا الجبل هذا نباتوا فيه خطرات، نظلوا فيه السبت والحد، ومن بعد اللي نجيو واحد الكيلو ونص الفوق نحفروا عليه متر ونص في الأرض، ونحفروا عليه قبل السجاوات والماسيطة
وتعب كبير فيه، تعب كبير. بالرغم من أن عائده المالي قليل جدا ولا يوفر له حتى حياة معيشية بسيطة، يكافح في هذا الجبل بإمكانيات شحيحة، فلا يمتلك سوى الفأس والعصا وبعض الأكياس التي يجمع بداخلها مادة الملح. الملح هذا حنا رانا نسحقوه كي يديروا به الماكلة، من بكري كانوا يستعملوا غير الملح هذا، دوك شويه راه نقص ما راهش كيما بكري يستعملوه، وكاين اللي يديروا به الدواء، كاين اللي راه فيه دواء هذا الملح. بالنسبه لينا حنا القرى هذا همين تقريبا راهم كاع يديروا منه الملح، شنو خاصه حوايج لازم تكون كاينه، لازم تكون الدوله هي اللي تاسس لنا الكاف تاع الملح بالنسبه للبلديه سي طيفور هذه، راه قريب لها، بصح هذو الخدام ما طاقوش يخدموا. يرفع مطرقته الكبيرة في حركة متكررة يهوي بها على الصخرة حتى تنفلج ليصدر صوتا يكسر صمت المكان، ثم يستجمع أجزاء الصخرة المتناثرة. بالنسبة لسي بن عيسى هذا راه معروف وعائلته معروفة، وقديم كان يجينا حتى القرى يجيب ينقل الملح يجيبوا يبيعون، وفي ذو الأيامات راني نجو من تويالة لهنايا وهو راه يسوقوا يتعب عليه ويديه الأسواق، خطرة تاجرونة خطرة البيض يجيبوا الآفل وكل خطرة وكيفاه، وأنا ملي عقلت عليه يجي مسكين يجي في التراكتور كما هاك يبيعوا في القرى يمشي به. وتكمن معاناته عند قيامه بنقل حجارة الملح من فوق الجبل إلى أسفله، وتارة أخرى يقوم برمي الحجارة من الأعلى لأسفل عبر منحدرات خطيرة جدا. فوائد الملح هي الماكلة، هم يديروا به الماكلة واستعملوا زين، والفائدة الثانية ثاني يديروه للزوايل حطبوا به، الفائدة الثالثة ثاني كاين فيه دواء، كاين فيه واحد الحوايج دواء كاع طب هذا الملح، بصح مش عارفين هما لازم يكونوا عارفين هذا. رانا نسمعوا منه ونخدموا منه، ولكنه السومه تاعو تقلت وراه يدوه غير مواله، والسومه قليله تعبوا اكثر منه واكثر من خدمته واكثر من كنجيو الفايده ما كانش، غير التعب غير واحد القوت نازف كاع، لهذا رانا شادين هذاك الميراث هذاك رانا شادينه، رانا نتبعوا في ذاك الراي، ولكن الله قال ما لحقناش. لا ما لحقناش لا الخدمه لا الشهريه لا ما صحت لنا حتى حيه في هذا المكان هذا هو، ومنا ثاني نقدروا غير نمشوا ونجوا نمشوا ثاني فيها تعب، هو اللي كانت عندنا هذاك الحيوانات تاع الزوال هذاك نقلوا عليها ثاني نزفت مكان كان نقدروا نهبطوا ونحفروا عليه يومين ثلاثه باه تصور ذاك شويه وكيلو زوج كيلو باه تهبطوا اما الحضوره وتوسطوا بها تلموا الدم يسيل من يديه الواحد حوالها مقطعين باش تلموا ما يجي يقيب الواحد العذاب واش نقول لك. غادرنا المكان وتركنا عمي بن عيسى يكافح من أجل توفير لقمة العيش لأبنائه بين الحجارة. من منطقة جبل الملح أو منطقة المدقوق التي تتواجد بين بلدية طاجرون بولاية الأغواط وبلدية البيض، كان معكم لارس السعداوي لبرنامج مراسلون. ما زال عمي علاوة المعروف بعمورة في عين البيضة بأم البواقي لا يدخل محل بيع الأحذية رغم أنه في 72 من عمره. هذا الشيخ الذي يمشي حفي القدمين في الشتاء والصيف على الطرق المعبدة وغير المعبدة بسبب البطة التي كانت تعيش في البركة أمام منزلهم واشتهتها أمه في المراحل الأولى من الحمل، معاناة تتقاسمها معه زوجته رغم مرضها هي الأخرى بأمراض مزمنة، وهو ما جعلنا نعيد بث القصة الكاملة للرجل الذي لم يرتد الحذاء أبدا في حياته، بعدما أكد لنا مراسلنا زروق عبود أن نداءاته العام الماضي لمساعدته ماديا لم تجد أذنا ساغية.
يمكنك السير بدون حذاء في فصل الشتاء وخاصة عند سقوط المطر. ما رأيك أن تجرب المشي حافي القدمين فوق الثلج عندما تكون درجة الحرارة تحت الصفر؟ هنا لا نتحدث عن مسابقة من مسابقات التحدي في العالم، بل نحن أمام ظاهرة غريبة ناتجة عن تشوه خلقي لهذا الشيخ الذي لم يرتد الحذاء قط في حياته. عنده درك 71 سنة، ومن اللي زاد هو هكا يمشي هكا، وما يقدرش يلبس الصباط، ما يجمش يلبس الصباط، عايش هكا والحمد لله هكا ولا أكثر. وعندي 17 سنة سواس، ونطلب من الدولة كاش ما تعاونا، وكاش ما تعاونا وكاش ما تعطي له كروسة يمشي فيها ولا أي حاجة. ما قدرش يمشي برجلي، حاشا كيدخل مسمار ولا قزاز ولا حتى رجليه يبات في الموت. حاشا ندير له الشماع ولا ندير له حاشا الحنة ولا محلولي. القصة وما فيها أن والدة عمي علاوة أثناء أيامها الأولى للحمل اشتهت بطة كانت تعيش في بركة أمام المنزل، وهو ما أدى إلى إنجاب ابنها علاوة مشوها خلقيا، تشوه لم يستثني يديه، وهو ما أثر كثيرا على حياته اليومية. لم يستطع عمي علاوة بسبب حالته التكفل بزوجته المريضة التي تعاني من أمراض كثيرة، فالإعانة المالية التي تقدمها له الدولة كمعاق لا تسمن ولا تغني من جوع. قلت أنا ما لحقتش، ما عندي ما هنداويك. قال لي ما لحقتش، ما عندناش حاشاك لاتونسيو، الشحمة في الدم، عندي الحجرة في المرارة، وأنا الحمد لله يعاونوا فيا العباد على وجه ربي، صلة الرحم كاينة، أنت الدولة تعاوننا، 400 ما عندها ما دير، نجيبوها نسلكوا الماء بالتريسيتي فرات فقط، هذا ما كان، شكرا دقيق ما جيبوهاش، حتى الدواء والله نجيب من عند الفرمسيان بالنص، يديروا فيا العباد ربي. يعيش عمي علاوة على مساعدات جيرانه بحي 520 مسكن بعين البيضاء، خصوصا وأن ظروفه الصحية لا تساعده على مزاولة أي عمل. وزاد ظروف المعيشة تاعه صعبة 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 جدا، تشوفيه مسكين حفيان ويديه ما ينجمش يخدم، والسلطات المحلية نتاعنا راهي مش كما يقولوا تشوف بالنظر إليه، وراهم دايرين له 400 الف شهريه تاع واش راه يديروا له. ملي كنا صغار نعرفوه زوالي مسكين عنده 400 الف، لا يقدروا هما يكفيهم 400 الف تكفيهم باش يعيشوا بها، يخليوها شهر كامل ويعيش بها، يخليه يعيش كيما هكا. ملي عرفوا جامي واحد جا جامي يطلع عليه وموش جيران يقعد كيما هكا. انه مفيد لمن يعاني ارتفاع السكري، اعيد واكرر، لمن يعاني ارتفاع السكري في الدم، يعني 4 غرامات او 5 غرامات فما فوق. فعالية هذا المستخلص النباتي الذي يوضع على الجلد في مكان البنكرياس تحدث عنه الأطباء والممرضون في عين الدفلة.
المهم الواجب على المريض الاعتماد على جهاز قياس السكري خوفا من انخفاضه بشكل كبير، وهو ما يعرض صحتهم إلى خطر. يقول حسين بقبرين: أنا أحمل بشرى لهؤلاء المرضى الذين يمكنهم أكل قلب اللوز ومختلف الحلويات والمشروبات في رمضان القادم إن شاء الله. المهم بلغة المرضى وداعا للأنسولين. ما حقيقة هذا الاكتشاف؟ المخابر والأخصائيون مطالبون للتأكد من ذلك، والله أعلم. تستمر الأبحاث لإيجاد حل ودواء فعال لمرض العصر السكري، لتأتي هذه المرة البادرة من طرف مخترع جزائري ببلدية عريب ولاية عين الدفلة، المدعو حسين بقبرين والمعروف بخادم الطاحونة، والذي اشتهر بعلاج الأمراض المستعصية بالطاقة. بداية البحوث انطلقت بعد وفاة والده بسبب مرض السكري. هذه هي الوصية تاع الأب رحمة الله عليه اللي مات بالسكري، يعني عانى 30 سنة ثم توفي بالسكري. وبعد ما أنا يا بعد ما كنت في الـ في الـ في الآثار وفي الفنون الجميلة كما يعرفوني كامل الناس، ودخلت الميدان العلاج، جاتني رؤية من عند الوالد رحمة الله عليه من العالم آخر. وبعد سنتين يعني فسرت هذاك المنام، والأصبح الآن حقيقة اللي هو ها اللي أمامكم اللي كم تشاهدوا فيه، هذا هو الكاتياس. الكاتياس هو الاسم الذي أطلق على المرهم نسبة إلى المكون الرئيسي له، أوراق شجر الكاليتوس. إحنا باب العلاج الطبيعي، العلاج الطبيعي ما نوش العلاج كيميائي، العلاج الطبيعي اللي نقدروا نحو الغبنة على مرضى السكري. لأنه أنا شفت الأب تاعي كيفاش نغبن في السكري بعد 30 سنة، يعني في المدة اللي ما كانش فيها جهاز باش القياس، الناس ما عندهاش أجهزة، كانت تأكل برك وعايزة برك. إحنا شفنا المزيرية هذه، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله لكان فيه أمل يعني باش نزيدوا نقدموا في البحوث تاعنا. وبلادنا الله يبارك راهي مملوءة بالأبحاث والمخترعين، إن شاء الله يكون فيه يعني مناقشة مع أطباء ومختصين. رؤساء جمعيات مرضى السكري يعتبروا هذا المرهم الجديد بشرى خير للمرضى بعد تجربته وظهور نتائج إيجابية. اكتشف دواء خاص بالسكري اللي درنا بعض التحاليل فيه وقمنا بعض التجارب على المباشر، وين كانوا معنا مرضى لنا مصابين بداء السكري وين استعملوا هذا الدواء، وحقيقة وين كان سكري تاعهم طالع الربع غرامات و45، بعد مباشرة بعد ما استعملوا هذا المحلول اللي اكتشفوا الأخ حسين هبط لثلاث غرامات وما زال يزيد يهبط. ولمعرفة مدى فعالية هذا المرهم فضلنا التنقل إلى عدد من المرضى بمختلف البلديات والذين تماثلوا للشفاء بعد استعمالهم للكاتياس. السكر يطلع له بزاف يعني، وتعبت معاه مي كي لقيت هذا الدواء يعني الحق ما شاء الله على هذا الدواء يعني مليح لينا ولكل المرضى. الأعراض راحت له يعني، ما ولاش يشرب الماء، ما ولاش يعيا يتعب، شفته يعني كان في وجهه يذبل يطيح لي كان يطيح لي، دوك راه يلعب مغمض ولا في وجهه مليح الله يبارك ما شاء الله، كي يشوفوا عمامه وعماته والله فرحوا. طلع على الاش دي اش اي ما يهبطش كاع، كي استعملت الدواء الجديد هذا الحمد لله راني نحس روحي خفيف. نقص عليا عيطه صوالح، ما كنتش نمشي، كنت طايح الحمد لله يا ربي دروك راني نمشي الحمد لله. طلع لي حتى الخمسة غرام حتى ستة، والحمد لله يا ربي في هذا الأسبوع بديت نواسي به نديره، والحمد لله يا ربي خرجت بنتيجة مليحة، درك راه بالغرام وستين غرام وخمسين الحمد لله يا ربي. كان واحد الوقت حتى ثلاثة ربعة خمسة، وفوق الحمد لله راه زوج ونص ثلاثة ما يزيدش. لا بالغرام وربعين غرام وخمسة وثلاثين، ما هوش الصباح كي نعبروا نصيبوا هكا، بكري كنت نصيبوا الثقرامات الصباح، بدرو كلنا نصيبوا غرام و40 غرام و35.
يعني وهنا نقول لكم المدفع الاخير ان شاء الله، وان شاء الله عارفه باللي هذا الدواء فيه نتيجه. انا ام وني نشوف وليدي دائما عندي كل ساعتين نعبر له، يعني وراه مليح والحمد لله، وحاسه باللي يزيد واحد يا ربي شهر ولا، وان شاء الله بربي نجي غير كي اليوم نقول لكم باللي وليدي برا وبرا كامل من السكر. الحاله الاولى سيتو على وليد اختي، بون كانت الحاله بزاف ايجابيه، سيتو سي بوندون اموا هبط دي فوا حتى ال 90 ابري ما راح للميدسان تاعو قالوا الميدسان سي بون سي با لا بين تكمل، حبس له الانسولين، حبس له هذاك الكاتياس اللي كان يديرو. وصلنا رحله بحثنا عن الحقيقه لنقترب من بعض الاطباء ونسالهم عن المرهم الجديد لعلاج مرض السكري، وكانت الاجابه كطبيب يعني هذا الشيء اللي داروا هذا الباحث نشكره على كل حال على العمل تاعو، الا انه مع يعني دار اون اكسبيريونس افيك دي مالاد كي ادوني ان ريزولتا كونسيديرابل. لا اون بارل سي با ان ميديكامون سي ان كومبليمون اليمونتير هان دو توت فاصون جو سي با كيل اي لو كومبوزيسيون دو سو كومبوزيسيون اليمونتير مي جو تروف كيل اي دون لو بون شيمان وان شاء الله اي نو دون كلكو شوز بوزيتيف بور نو مالاد ان شاء الله. انا استعملت البنت مريضه، استعملت واحد 3 مرات يعني متابعة، يعني شدت بعيني باللي عنده فعالية في باش يهبط السكر، يعني هذه نقولها ضروك قضية كيفية الاستعمال واسكو نستعمله يعني يوميا وشحال المدة، اسكو راح يكون يعني المفعول تاعو كيما الانسولين ولا الحبوب الاخرى، هذه تبقى لازم دراسه ولازم في المستقبل لازم لها دراسه، يعني باش الانسان يقول اسكو صح. انا حاجه اللي نقولها بلي انه بعد الاستعمال يعني كيما نقولوا الخارجي دير نسبه السكر في البدايه، تخلي مثلا سرت وقت يعني مده وتعاود تكونترولي تصيبه هبط، هذه نشهدها. ولإيجاد تفسير علمي تنقل الطاقمون إلى ولاية البليدة وبالضبط إلى مكتب عالم الفلك الجزائري لوط بوناطيرو، والذي أكد نظرية استعمال الطاقة لعلاج مرض السكري. نحكم عليه بالنتائج في الميدان، فكلاهما نفس الشيء يعني. فهذا المخترع أو المبدع اللي هو حسين بوقبرين يعني لكم أن تشاهدوا شهادات الناس اللي داواهم كلهم متفقون على أنهم ارتاحوا من مرضهم أو في طريق الارتياح، فهذا كله يدل على أن هذه الطرق اللي هي تعتبر تقليدية وآتية مرت عبر القرون معروفة من قديم الزمان وحملتها لنا ما يسمى بالذاكرة الإنسانية من جد إلى ابنه ووصلتنا إلى اليوم الكثير منها يعني صحيح. بعد تصريحات المرضى لنا ورصد آراء الأطباء وإيجاد التفسير العلمي، توجهنا مرة ثانية إلى الطاحونة للوقوف على طريقة تحضير الكاتياس. بقى دركا الناس تسأل وشنو الكاتياس. الكاتياس هو مستخلص نقي من شجر الكاليتوس، يعني لكنه ماشي مباشرة من الكاليتوس للإنسان، يعني يمر على إهرامات. هنا عندنا إهرامات هي اللي تمدن الطاقة ونحول هذه الطاقة من الماء ولا للزيت لمواد أخرى واللي تصبح هي مرهم، وهي العملية الأخيرة تماما في العلاج السكري. فهل سيكون الكاتياس فعلا بشرى خير للمرضى، أو أننا بحاجة إلى مزيد من الوقت لإثبات مدى نجاعته؟ كان معكم محمد صادق بوزيان من بلدية عريب ولاية عين الدفلة لبرنامج مراسلون. أول حالات بديت نداوي فيها داء العقم تاعها دام 20 سنة، الراس الصلاتك تشغمون تايرا ما حكم ذبابة سقطت في كأس حليب في رمضان قبل ساعة من الإفطار.
لقاء سيدي سعادة في يلا الولاية غليزان من أعرق اللقاءات التي يجتمع فيها الناس من مناطق مختلفة، 3 أيام يأكلون الطعام في جماعات مشكلة من 4-4 و5-5 طبعا دون احتساب الأطفال الصغار، ويمشون بين الحلقات المقامة من المطارقية والكساصبية والحشاشبية والخيالة، ويشربون أيضا قهوة القيطون رغم أنها محضرة بالماء والزغاريد دلالة على أنها قهوة خفيفة. إذا كانت وعدة سيدي سعادة فرصة للمداحين لملء الكموس بالصرف، فإن الخيالة يحضرون لممارسة الفانتازيا في طحطاحة سيدي سعادة الحمراء، وأما لبائعي الحلويات التقليدية مثل الكمونية والنوغا فرصة ذهبية، خاصة وأنها تتاح لهم مرتين في العام. وللشيخ مصطفى بن حميدة أيضا مجال لنقل أجواء ما يحدث في هذا اللقاء الذي يستهوي حتى السيد رشيد موري للعودة إلى مدينة يلل. وعدت سيدي سعادة بغليزان من المناسبات التي دأب سكان المنطقة على أحيائها مرتين كل سنة، فأهالي المنطقة الذين أطلق عليهم اسم بني غدو، وهي تسمية قديمة تدل على سخاء وكرم السكان، وتعني فرقتين، فرقة مهتمة بنسب الخيم وفرقة أخرى مهتمة بتحضير الغداء للضيوف والوافدين، وهو ما يطلق عليه بالتزمال، أي هجران البيوت والمكوث في الخيم لبضعة أيام في وعدة الولي الصالح. هذا طعم داش سعادة من هالأول طعم الأولين، وخلّه على الصغار شبيبة ولا، والطعم هذا مشروع ومنشور من بكري، يجوا ليه الناس خبار ويطعموه ويعزبوه وتبعوا من شبيبة هذا الصغار فاني مساكن يطعموه ويعزبوه، ويجيبوا الخيل يمنوا القواطين، ويجيبوا العائلات يدوروا الطعام، ويجيبوا الأولاد. الوعدة هذه تاع سيدي سعادة هذه من جد الأجداد، هذه يجوا هنا يدوروا قواطين يطعموه، عادة وراث من جد الأجداد، ديروا الخيل هنا يا بارود مجمع هنا يا قاعد يتلاقوا هنا قاع زيار هنا، يديروا طعم الوعدة، يديروا سوق الربح هنا، يجيب الكبش واللي ما يجيبش الكبش يشري من السويقة، يشري من السوق هذه، واللي عنده يجيب الخروف يذبحونا بالقيطون. الأيام هذا الأيام ما بين المجي والمروح، الأربعاء الخميس الجمعة الجمعة السبت الحد، وضروا كل أربعة الخميس الجمعة، بس هذاك ما كاش ما مشي كل ما مشي زملو، رقم يجوا لذاك الماتريال الوجد كاين الطعام يديره في بارك ويجيبوه هنا، يديره في غليزان يجيبوه هنا، هذه هي هذه حكاية ما جد جدود ونعقلوا لحنا جد احنا كمان نعقلوا لهش، هاي خبروا من جدود من 1800 غادي كنا ونشهد عقلوا تتخلي. هذه تلقوا كاع الشعب اللي عنده شي اللي عنده شعب من هاكوك يعرضها يجي هنا يجي كارانتي عنده الناس تعرض الغاشي من هاكوك اللي عرفت عنده واحد عنده غاشي في تيارت واحد في غليزان واحد وهران واحد في سعيدة يرسل مكالة تيري ولا والو يوصله ويقوله بلي نهار فلاني عندنا الطعم ويجي ويبات ويظل يقعد يعطيك من الطعم معاه. هذه وكانت البنا كي لحم الخروف ذاك لحم الدجاج ما لحقتش. الخيال أو الفروسية تستقطبها حشود كبيرة من المتفرجين مشكلين مستطيلا أضلاعه بشرية، أما البعض الآخر فيعلو أسطح الشاحنات كأبراج تتيح لهم رؤية الجياد التي حان دورها في الاستعراض أو الطلقة. رانا هنا اليوم هنا بمناسبة هذه الوعدة تاع سيدي سعادة، احنا رانا جايين علفة من مستغاليم علفة ولد العروي معرضة عند حبيبنا هنايا، وهذه الوعدة من بكري تقاليد تاعها العادة تاعها بكري الناس كانت تزمل هنا، كانت يجوا يطيبوا هنا يباتوا هنايا، اليوم لا، اليوم التقاليد تبدلت، العادة هذه تبدلت، الدعوة تطورت، الناس راهي تزمل في ديارها، رانا معرضة عند إنسان ما شاء الله مرحبين بنا، وهذه الوعدة كل عام
رانا نجوها على الولايات ما شاء الله من كل ولايه، غليزان، مستغالي، مشلب، عين الدفله، كاع راهم يجوا. اما حرقه المداحين فهي لشيوخ الغناء البدوي بكلماتها المدغدغه لجيوب الحاضرين او الزياره، وهو دفع مبلغ من المال ليس اجبارا انما تطوعا او تصدقا مقابل الاستماع. ولن تتوقف القصبة عن الغطغطة حتى يمتلئ كيس النقود. أما حلقة لعبة العصي أو ما يصطلح عليها في الأوساط الشعبية بالمطرق، فهنا الحذر مطلوب بعيدا بقليل عن تغفل تتغوفل، وقريبا بكثير من تغفل تديها في راسك. وإذا تعبت من التنقل بين المستطيلات والحلقات فعليك بكأس الشاي وحلوة الكمونية التي يكثر عليها الطلب في مثل هذه المناسبات. لتبقى مثل هذه المناسبات فرصة لالتقاء الأحبة ورمزا من رموز المنطقة وذاكرة حية تمجد بطولات الأجداد. من وعدة سيدي سعد بغليزان، مصطفى بن حميد الشيخ لبرنامج مراسلون. أمر غريب، هي حجرة سقطت من السماء. هذا الخبر الذي نزل كالصاعقة على سكان المدينة. أسطورة أم حقيقة؟ لم تنتظر خالتي العمرية امتلاك الكات كات حتى تنافس بها مختلف سائقي سيارات الأجرة والكلونديستا ببلدية عين فكان بمعسكر، بل استطاعت عن طريق الإيركات دخول كتاب العجائب والغرائب كأول امرأة تمتهن الكلونديستا. هذه السيارة العتيقة التي تجوب بها شوارع الولاية في معسكر وسفيزف وتيزي، يضاف لهم منطقة فروحة، طبعا دون أن ننسى مدينة غريس أين تسكن عائلة الأخ قنيش بشير. الترقيب الموجود في الإركات لا يمنع الكثير من الركوب مع خالتي العمرية كلونديستا التي تتعرف عليها من علامتين هما السياقة الرزينة وابتسامتها التي تظهر سنها الفضي. قدم زيلة ركبة في الإركات، العمرية حركت المفتاح، ومخرجنا الكابتن محرز جناس يعطي لنا إشارة انطلاق هذا الروبورتاج. امرأة أنجبتها هذه الحاجة التي تبلغ من العمر قرنا وخمس سنوات، فما بين 204 من ابن وحفيد وابن حفيد، استطاعت العمرية بن عروبة دخول كتاب العجائب والغرائب كأول عجوز تمتهن الكلونديستا بسيارة الإركات. حاجة العمرية راهي في شعام من عام تخدم كلونديستا، وحنا رانا كتشوفينا راك عارف رانا خدمة تروسبور نقل مسافرين، ورانا نلقوها في الطريق راهي حاجة هي وراهي تخدم على روحها، والحمد لله راه فيها البركة فيها كذا، نوبات الغاشي ينزل من عندنا ويروح معاه، دي فوا تكون مسرجي كيجي هي ينزلوا في الغاشي ويروحوا معاه. إركات خالتي العمرية
غير متطلبة لقطع الغيار الجديدة، شأنها في ذلك شأن هذه العجوز مع السكرية، فهي الاركات تاعها من نهار راهي اركات مره تقول هذه تقول تقول ميكانيسيان كاين صوالح اللي تخدمه وحدها، حاجات تكريفي تبدل روتسكر وحدها، صوالح اللي هي تبدلهم وحدها، كاين صوالح اللي الميكانيك هي تبدلهم، حاجات اللي بوجي زعما حاجات اللي الميكانيك سهله تبدلها وحدها. قالوا راني جاي. الو واعينونا وراني جاي وبتروحي لغريس، هيا صحاني جاي هاني جاي. هاتف خالتي العمرية الكلونديستا لا يتوقف عن الرنين، فأبناء منطقتها يفضلونها على الكثير من الناقلين لما لها من خصوصية تجعل الرجال يفضلون نقل زوجاتهم معها ولو في الإركات لما لها من حرمة. سلام. لاباس؟ لاباس الحمد لله. لاباس الحمد لله. الحمد لله. بنروح لغريس انا والمراه. هيا شحال نتوما؟ انا غير انا والدار. ها صح. عاد ديري. ها صح نديك ب 40000. هيا غايه كان نروحوا نجيبوا زوجه ونجوا. واه يا روح. السيده بن عروبه المحافظه، المراه المكافحه، المراه المكافحه عند تكتسب سياره قديمه. وكل رجال ونساء يركبون معها، وكل ثقة تامة زعما نرسلوا الزوجات تاعنا معها الحمام ديبلاسي بها في اي مكان. في مدة راهي تسوق، راهي في واحد 20 عام ولا 25 عام راهي تسوق هنا، عاد بلوس دو واحد 30 عام. مرأة محترمة، احنا عندنا كونفيونس فيها نرسلوا معها الفاميلة تاعنا تديهم لغريس تفضل تيغيا. عين فرس هنايا، هنا في ولاد يحيى، فيها كون الناس ديبلاسي الناس للحمام هنا مع هنايا، على بالك العائله هنا محترمه محافظه، هذه هي اللي احنا اللي دايرين فيها الثقه. بيت على نسات على المنطقه هنا تاع فكان يركبوا معها، علاش نيشان ها باكسو المراه كيفهم فيها ثقه، يديروا فيها ثقه، يديروا فيها راك عارف، ومرأة تركب مع مرأة تبي تحكي معها تريح معها كون تولي مليح. كان نرفد ولادهم نرفد نساهم نرفد عائلتهم، بزاف اللي الرجال ما يطلقوش نساهم مع جهة واحدة أخرى، والله يقول لي العمرية روح يديها شحال من خطرة نرفدهم نديهم للحمام نديهم للطبيب هكا نرفدهم عند الطبيب نجيبهم نردهم. لا الحمد لله دايرين فيها أمان رجالة عفكان الحمد لله. أن المحرك يستجيب للنقرة الأولى، وهي سيارة مناسبة أيضا للنساء الكبيرات في السن ما دام الحنين إلى الماضي يراودهن. المناطق اللي تروحي؟ نروح لتيزي، نروح لزفيزف، نروح لمعسكر، نروح للتاغية، نروح لغريس، هذو الدورة تاعي أنا، من هذو ما زيتش أنا من معسكر لغريس زفيزف تيزي فروحه، هذه الدوره تاعي انا. الكورسه مثلا من الغريس شحال؟ الكورسه من الغريس 40000. واللي ما عندوش؟ اللي ما عندهاش نطيح له ديك 10000 لا غالب اللي صاص غلا. هي هذه هي من تيزي الحشيه نديهم 30000، فروحه نديهم 30000. ها هي الحاجة وصلت إلى بيتها في أمن وسلام. العمرية يعرف عنها السياق الهادئة التي تريح المتقدمين في السن. هذه مشتريتنا ورانا نركب غير معاها وفيها كونفياس وندي كنايني معاها ونحمم معاها ونخرج معاها وتلقوا الخير. سياقة رزينة يؤكدها هذا المشهد، فإشارة الانعطاف على اليمين حاضرة على مسافة بعيدة
رغم أن الشارع خال من السيارات. عندكم انت في المنهري تاعكم لسه؟ راني عند هنا برمية ديتا مولا 30 عام ترى في عمري، بصح ما شريتش اللوطو ثمثم. تامين ولدت في عمري قريب 66 56 عام شريت اللوطو، ودروك راه في عمري 66 64 في عمري، في عمري 64 عام. شحال عندك من عام سوقه؟ سوقه راه عندي واحد 6 سنين ولا 7. صحيح أن سيارة الإركات صغيرة، لكنها تتسع لأصحاب القامة الطويلة مثلي أنا قدم زيلة. الركوب فيها رغم التقرقيب الذي يصدر من أبوابها ونوافذها إلا أنه ممتع، خاصة مع موسيقى القصبة المصاحبة التي تضعها أغرب سائقة للكلونديستا في الجزائر. أغلبية تاع الناس اللي يركبوا معك رجال ولا نساء؟ الرجال اللي نعرفهم نركبهم، واللي ما نعرفهمش في الطريق ما نركبهمش. توا في لاجي اللي نعرفهم أولادي ولا باتهم كبار ولا اللي نعرفهم. قانون لاعتبارها سائقة سيارة كلونديستا، بالعكس هي بطاقة تعريف بلدية عين فكان بمعسكر التي يترأسها هذا الشاب الوسيم إبراهيم نهاري الذي قدم لنا الكثير من المساعدة لإنجاز هذا الروبورتاج. وأما تكريم الشرطة فهو اعتراف منهم أن ميزة هذه المرأة لا يقتصر على معسكر فقط بل خارجها. تتفرد خالتي العمرية على نساء الجزائر تفرد سنها الفضي وسط أسنانها، وهي بذلك تؤكد تميزها في كل شيء حتى في أبسط التفاصيل. قدم زيلة لبرنامج مراسلون. تعيش الحياة مرتين وأنت تتجول في مدينة الشمس التي نافست فرنسا في باريسها. لسنا في الصين أو الهند. في ركن فيديوهات نبدأه من أشد المتابعين لبرنامج مراسلون، واسمه الجلالي من تغنيف ولاية معسكر. هذا الشاب الذي ينتظر البرنامج أياما قبل اليوم الجمعة ولا يترك أحدا يغير القناة، والعهدة على سهلة من قنبطة بوهران التي بعثت لنا هذا الفيديو. حلم الجلالي الذي ستشاهدونه هو لقاء المدرب الحالي لريال مدريد الجزائري الأصل زين الدين زيدان. هذه هي قصة عبد الغاني ساتيليت رئيس جمهورية القطط. هناك من يقول أن عالم الجن لم يبق من ملكه إلى الأسطورة ولم يشمل من فرقتهم المسافات. سبعة مرات. إلى لا. عجبك هالغنية؟ عجبكو؟ ها؟ ولا يجيبها لك هالغنية؟ ها؟ ديرها لك. نيشان هاي صح، تروح عنده تروح عنده عم بورا شيلو تروح عنده. هنا موطن الرجل الأزرق بأعالي جبال الصين.
لكي نعيش معنا الأجواء الروحانية في أزمنة غابرة. أبدع مداح في أداء قصيدة غنائية يصور فيها قسوة الأبناء الذين يضعون أباءهم في دار العجزة، وهي رسالة للكثير من أجل إعادة أمهاتهم وأبائهم إلى البيت. قال لغنا خير منا، اللبسة خير منا، الرقص خير منا. لا أعرف ما هو مصير فرقة أجاكس أمستردام من عين الدفلة، تلك المجموعة الموسيقية التي كانت حوالي منذ عامين تقوم بتدريبات غنائية في الشارع. هل دخلوا عالم الاحتراف أم أنهم ما زالوا يزعجون الجيران بأغاني ليست كاملة اللحن والكلمات؟ ما حكم ذبابة سقطت في كأس حليب في رمضان قبل ساعة من الإفطار؟ ريشة المبدع عبد الغني بن حريزة تلخص لنا مواضيع اليوم في هذه الرسومات الكاريكاتورية. شكرا لكم جميعا أيها الرائعون، وخاصة الأمهات والآباء والأجداد والجدات على حبهم وانتظارهم لبرنامج مراسلون. ونعتذر عن الغياب في الأسبوع الماضي، واعتذار خاص لكل العائلات التي حضرت الجمعة الماضية العشاء باكرا انتظارا لبرنامج مراسلون، لكن للأسف لم نكن في الموعد. شكرا لكم جميعا من الحدود إلى الحدود التي يحرسها أبطال الجيش الوطني الشعبي، وشكرا لعمال الصحة الجوارية بسيدي محمد بن علي ومديونة والقطار ومازونة على انتظارهم لنا كل أسبوع. وتذكروا دائما اللقطة الشهيرة لبرنامج مراسلون، هم أبطال الصحافة، انتظروهم الأسبوع المقبل وراسلونا على صفحة الفيسبوك مراسلون، حرف الواو مكرر 7 مرات. إلى اللقاء. للغاية يخدموا خدمة بالنية، لا حيلة ولا مزية.
كل الغريب.